اندهشت ان في ناس كثير اجانب واقفون الى جانب القضيه الفلسطينيه. يعني انا اندهشت يعني، وحبيت ذلك اني وصلت رسالتي وفي ناس كثير يعني يوقفون الى جانب القضيه. مقاطع حقق ملايين من المشاهدات في التويتر، 26 مليون في التيك توك، 7 مليون 8 مليون وحضروهن. بس في ناس كثير تفاعلوا يعني، وانا اندهشت ان في ناس كثير اجانب واقفون الى جانب القضيه الفلسطينيه. يعني انا اندهشت يعني، وحبيت ذلك اني وصلت رسالتي وفي ناس كثير يعني يوقفون الى جانب القضيه. يعني وقلت يعني ان في يعني امل كبير يعني، يعني الاجانب يعني ليس كلهم ضد فلسطين، كثير منهم مع فلسطين. حتى لو كان عندي بحسابي أكثر من مليون متابع وتم حظره، هذا لا يهمني، لأني كشخص مواطن يمني مع فلسطين أقوم بنشر رسائلي إلى الغرب والشرق. يعني أنشر رسائلي، وإذا تم حظري أفتح حساب ثاني وثالث ورابع. يعني أهم شيء من هذا الموضوع أن رسائلي توصل أن إحنا متضامنون مع فلسطين، وعشان يعني لا تموت القضية، يعني إحنا مع القضية حتى النصر، حتى النصر الفلسطيني. طبعا اليمن ستدخل التاريخ يعني، صح ان في دول عربيه ما قامت مع فلسطين، لكن ان شاء الله يعني بتفكر فيما بعد وبتنضم الى جانب فلسطين. واي دوله، اي دوله ما انضمت الى جانب فلسطين سيندمون يوم لا يفيد الندم.